أصبحت بعض الأسر العدنية بدون مأوى عقب تهدم منازلها جراء الحرب التي شهدتها المدينة في مطلع إبريل نيسان من العام 2015. تسبب الاقتتال في المدينة الساحلية بتدمير آلاف المنازل، حيث يؤكد السكان أنهم باتوا بدون مأوى منذ أكثر من عامين، وبعضهم لجأ للسكن بالإيجار، وهذا ما زاد من معاناتهم خصوصا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها أبناء المدينة. أنا ساكن في هذه العمارة لنا من 68، والآن جاءوا دقوها واحترقت بما فيها من آثاث، من ممتلكات، من كل حاجة، ولا بقى إلا الرماد. والآن احنا بلا بيوت، ونحن عايشين نازحين في الشيخ وناس في مناطق أخرى، وذا الآن أصبحنا بلا مأوى ولا معنى أي حاجة. حتى الإغاثة مش مهتمين في بناء، مجدلين في كل مكان، ونطالب جهات الاختصاص أن تهتم فينا، تعمل لنا أي حلول، لأن احنا أصبحنا مجدلين ولا معنى، إلا عايشين على رواتبنا، ورواتبنا عادها مش موجودة. شهدت أحياء المدينة اقتتالا عنيفا استخدم فيه الطيران الحربي والدبابات والمدافع، ما سبب بسقوط مئات الضحايا من المدنيين وتدمير نحو 3000 منزل. لم يتلقى أحد منهم أي تعويض حتى اليوم جراء الدمار الذي لحق بمنازلهم. وليست المنازل وحدها التي طالها دمار الحرب، فالمدارس ودور العبادة ومرافق الشرطة والجيش والمرافق الحكومية وغيرها نالها النصيب الأكبر من التدمير. حرب قضت على كل مقومات الحياة ودمرت البنية التحتية في المدينة. وبعد عامين من الحرب، ما زال المواطنون الذين تضررت منازلهم يطالبون بالتعويض من الأطراف التي تسببت بالحرب والتدمير، وكذلك المنظمات الدولية الداعمة، وهذا حلمهم في استعادة منازلهم إلى وضعها الطبيعي بعد أن تسببت الحرب في تحويلها إلى خراب. عدن دمرت تدمير شبه كامل، ونتمنى من حكومتنا الرشيدة إصلاح المباني التي تضررت تضريرا كاملا، بحيث يستطيع الناس العودة إلى هذه المنازل، حيث أنهم تعبانين ماديا ونفسيا. ونتمنى من دول التحالف النظر في موضوع إعادة إعمار عدن، لأن هذه المدينة تعتبر مدينة تاريخية وسياحية واقتصادية، فالمطلوب إعادة إعمار هذه المدينة بأقل فترة زمنية، ونتمنى لهذه المدينة أن تعود كما كانت في السابق. هذا واحد من 3000 منزل حولته الحرب إلى ركام، بات أهله يعيشون في منازل من الصفيح وسط تدهور العديد من الخدمات، منها الكهرباء والمياه والاتصالات في المدينة. ويأمل المواطنون أن يحصلوا على التعويض لإعادة بناء منازلهم المهدمة وإنهاء معاناة تدخل عامها الثالث والحرب لا تزال قائمة. أشوف بيتي يعني احترق، كل من الذي أني يعني بنيته خلال 20 سنة تقريبا من قبل أشوفه قدام عيني ينتهي، بيت بأثاثه بكل ما أملك. يعني نحس ان احنا الان اصبحنا يعني معدمين، بعد ما كنا يعني الحمد لله حاله باسبوع، لكن يعني اصبحنا الان